الله يوريك الشيف طب هو في فرق يا حبيبي طرب يا حكم يا نزيه اوه تعمل كده ليه بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات كازنو الألعاب الموسم الأقوى البرنامج الأقوى موسم الصحاب والحبايب النهاردة منورني عماد ازيك يا عمدة وحلاوة ازيك حلاوة والله العظيم دخلتكم عليها حلوة اقسم بالله احنا متحمسين بجد والله العظيم جدا انتم متفرجين يعني ده في ايه يعني في ايه يابا يابا في ايه حج في ايه رئيس طب انا يعني كل ده بدي تمويه انك تاخد بالك من اللي انت بتقوله مفيش منورنا كالعاده ودائما الحكم النزيه الشريف استاذ عمر خالد استغفر الله العظيم لا اله الا الله منور يا حبيبي اهلا بيك اهلا بالساده الضيوف اهلا بالساده المتسابقين اتمناها حلقه تكون على قدر الحدث واعتقد باين من ملامحي اللي الجمهور مش شايفها انا اقصد ايه ايوه واضح على معالمكم ما تبص على ما انت معاهم اقول لي بسمعك عايز عقليات تشتغل تمام انا بيك فان يا استاذ حلو انت مش عاجبني ليه بس لا لا مش والله عاجبني والله بيبص لي بصه مش حلوه كده لا لا خالص عايز اقول لك على حاجه هو بيقدمني كحلاوه انا كنت عايزه يقدمني يعني كانسان مؤمن ان الطباخ حاجه والشيف حاجه ثانيه اشكرك اشكرك تعرف القصه انا عارف بس حاسس ان هم اكتر فانا هبقى معاهم في فرق كبير ما بين الشيف والطباخ اشكرك اشكرك يا استاذ عماد سمعت انتوا بدينا معايا ضلمه تماما لا يعني انا بس بقول الحق انا بقول يا راجل ده ابتدوا يعملوا فيديوهات مع ناس شيفات وطباخين عشان يوضحوا أيوه. الفرق أيوه. شفت احنا عملنا ايه في المجتمع انا كل ما باكل اي حاجه في مطعم الشيف بياكد لي هذه المعلومه برضه من جوه يعني عايز يجيلي والله عايز ايه تاني طيب لو انتوا عندكم صاحب مثل عمر خالد وشايفينه انه حكم نزيه زي ممكن تجيبوا اللعبه دي يا جماعه هتلاقوها في اركيد ستور هتلاقوها في جيمز تو ايجيبت في كل فروعهم حتى فرع اسكندريه موجوده العلبه شامله كل حاجه الجرس اللي بنلعب بيه اهو عندك الكارت الاحمر الحلاوه هيتمنيس بيه وكارت الاصفر اللي عماد هيتمنيس بيه ان شاء الله في الحلقه دي عندك اسئله كل انواع الالعاب اللي موجوده هنا كروت وهنا يعني بص اشتري وانت ايه ضامن الكواليتي والبرو ولا ايه ايوه لا ده احلى ولا ايه دي احلى خامه في الدنيا احلى خامه ولا ايه مش شبه اللي بيتباع في الشارع تشتريها من عنده اديلهم اتنين يا وائل خد يا وائل ابدا يا ابني عارف ايه اكتر حاجه مضايقاني في الموسم ده لا الضيوف ما بقوش يستنوا احكي لهم قصه شيف الطباخ عشان بقت خلاص مهروسه فضحتك بقت عالميه فضحتي اه حلو احكيها لي عن الحكايه يا ابني انا بتكلم معاك احنا لسه ما بدأناش يا عمر فضيحه ما بدأناش فضيحه طب احنا بنتكلم قبل الجيم طب ليه طب انت بتعمل ليه طب سفر طلعوا اسكيه هم مين ايه عماد وحلاوه طب وايه المشكله طب ما انا كده هتفشخ في اول الجيم العب يا حبيبي مجهودك العب بمجهودك كل مره هقولها ومش هيهمني بس المهم الرساله توصل للعالم العالم كله بقى خلاص عارف العالم عارف العالم العربي عارف كله النجاح. كل العالم العربي عارف النجاح. لا لا عارف الظلم ولا تعرف الفرق عارف الظلم نزل ايدك على عارف, عارف الظلم انت في ايه الظلم اللي بضربني لا انا بقابل الناس في الشارع بشوف لا بشوف لا 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 ما تقلش ادبك قسما بالله لا بقابل الناس في الشارع قسما بالله خليك تبدا ماينص 10 ستات كبيره بتقابلها هو في ايه بتقتل نفسك كبيره وعمات وخالات لا عمات وخالات لا والله ليه الشيف طب هو في فرق يا حبيبي هو في فرق يا مروان ده راجل متحامل عليك قوي بتاكل وخلاص انا واحده جات لي متحامل يا جاهل لا لا انت بتاكل وخلاص بس لا والله لا بس انت لابس نظاره من غير ازاز اي انت هتيجي عليا انا يعني وفره بقى هتيجي تتكلم استاذ ابراهيم فايق اتفضل بقى ايه ده يا استاذ ما احترمش النظارات انا النظاره يعني فريم بشامبر بعدسات ما يمش ايه اللي حصل انا كنت بلبس اصلا بلبس نظارات في الستاند اب وبعد كده عملت ليزك طب ربنا الحمد لله شفاك فلما بدات بقى اعمل حفلات مفيش نظاره فبقت وشي مش عاجبني فروحت لابس النظاره ايه كده نظاره البس كده النظاره طب ما تكون انطلاقتك من هنا ان انت من غير نظاره لا حاسه متذبذب لا مش متذبذب لا لا خلاص خليه لا والله والله بقصد. والله بقصد. والله عادي لا ما تفرقش انا ما قعدتش هدومي انا قعدت النظاره لا خلاص لا البس انا مش قال حاجه البس لا البس البس مفيش حاجه البس انت فعلا كانت وجهه نظرك صح لا انت كده اوقع فعلا انتوا بتهزروا اه والله انت كده لايق اكتر لا مش بس من غير النظاره لا ما اوعى تقلع بقى
لا هو هو على عامه ماشي ده ساعه مظبوطه فاهم. انا بتكلم عن النضاره موتوا بيها الدفن ولا ليك فاكر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمات المعكوس نظبط الهزار بقى وكده الماينس ده كان حقيقي زي ما هو. ممكن نجرب الجرس لو مش اتفضل يا باشا جرب يلا جرب. تمام تمام قرب من الجرس صح بشكل سليم. تمام والله ده حافظين القوانين والدنيا زي الفل والله. انت قايل لهم قبل ما يجوا؟ اتمرنوا قبل ما يجوا. تمام مفيش مشاكل. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ت مربوطه ي الف ر ميم مرايه صحيح. يلا يلا انا تلاقيني في الحلقه الرابعه الخامسه في الموسم سخنت قوي سخنت قوي خدت فورمه عارف البري سيزون انا كده دخلت في جيم ويك 2 خلاص. وائل تعال في الاغلب بيوصف حاجات بتدهن بتدهن خد يا دي مهنة شخص ايوه بيكون في الجامعة بيدي محاضرات وكده. ها ها اقول له يقول لي معيد ولا اقول له معيد يقول لي دكتور. دكتور دكتور ايه؟ دكتور جامعي صح شكرا صح يا ابن الدور يقول لي تي ايه يا دور ام. حلوة حلوة بصراحة. عايزين نجرب الجرس بقى هم سابونا ندوس عليه في الاول. شعر صدره مضايقك اكيد. ايه الجو ده انت متعفر كده تركز تركز سيبه هيجي يلعب لو بمزاجنا صح. طب ما تيجي نديله فرصه هنشوف هنفكر ماشي تعملها تاني كده هنفكر ليك بعد اسمع تعليقك. طيب عايز اسمع اغنيه فيها الكلمه اللي جايه وقعت خمسة أربعة وقعت من مكان ما بدأت بس اتخنقت قصة تانية مش هي دي ما ينسهولي والله وقعت بفكر فيك صح 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 برافو صح لا 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 شكل حلاوة أغاني وأنا صفر هنفهم أنت لسه تاني كتير ليك يعني ليك طلع أكيد أنا نضارة أنا نضارة أنا نضارة أنت في النص كده لقيت قلق إيه لا نضارة جرب برضه ماشي شوف يلا شفته فيلم زكي شان شفناه طبعا شفته؟ لا واللي ما شافوش شفت ماينيس حسن حسني في فيلم زكي شان كان اسمه ايه؟ خمسة تركاكا يا بابا أربعة بابا اللي هو ثلاثة خيرت باشا كان بيكلم اثنين واحد لا انا كنت عارف كل الشخصيات صفر. على هو سلم ماينس صح يا بابا بعيدة بدأ أفلام وده أغاني وانت معلومات وانا كلمات معكوسة يلا لا بتاعتي دي خلينا نقول معلومات عامة وهرجع واسأل سؤال مهم تمام بقالي ثلاث حلقات او اربعة بس لا ما تقولش شكلي هيبقى وحش شكلي هيبقى وحش ما ذكرتش في حاجات لها علاقة بالطبخين لا لا يا ريت بقى في نوع اللي هو الحلقات الأسئلة اللي ما تتجاوبش بتسأل فيها تاني عارف اللي هو ذاكر وارجع لي ايه طب اسال سؤال عشان السؤال ده سالته حد اقنعني بيه بتتفرج على تنس لا ماشي بتتفرج على تنس لا برضه انا بتفرج مش فارق معايا الامير هاملت يخرب بيت امير هاملت كان ملك دوله ايه ايوه عمي سكوتلند هتروح سكوتلند بص يا باشا انا هقول لكم اراء وانتوا فكروا ماشي هاملت ده كان شخصيه كاتبها الكاتب شكسبير انجليزي ايوه تمام فالوقت ايطاليا ماينس ركز معايا يا عماد انا قلت اعمل الكريه اعمل الفهم اعمل في العادي الكتاب الانجليز الاشهر الخمسه لما بيكتبوا روايات بيكتبوها في داخل مملكه بريطانيا اللي هي بس اكيد مش بالسهوله دي اللي هي بتشمل سكوتلاند ايوه بتشمل ويلز بتشمل عميد الهبد بريتن وجريت بريتن اوكي بتشمل ايرلندا ايرلندا فكل ده عناصر اتهامات معانا ان هاملت قد يكون واحد من الجنسيات دي ايوه انا عشان اكون حقاني معاكم طول الحلقه اللي فاتت انجلترا قال لي لا فانت قدامك يا ايرلندا يا سكوتلندا يا ويلز يا ويلز طيب مبدئيا بقى كل كلام بيقوله ده غلط كل كلام ده مش صح في افريقيا كان ماسك غانا كان ملك غانا بجد انا بقول لك انا هتطلع حاجه كده كل الكلام انت بتقوله ده ده تحليلي للموقف كل اللي انت بتقوله ما تستخدمش الفاظي قسما بالله غلط ها
هاملت امير دوله ايه؟ كان امير دوله ايه؟ قريبه من ايطاليا. طيب ما اعرفش، انا مش دارس جغرافيا. ممكن طب تسهلها لنا تقول لنا مثلا في قاره ايه؟ علمها لونه فيه احمر. في قاره اوروبا. طب ما هي ايطاليا كان فيها احمر طبعا. فرنسا. ما انت بس انا مش هغني. والعلم مكون من لونين فقط، احمر وابيض. سويد. ماينس. بقولك احمر هولندا. ماينس. يلا جميل. ايه لا لا يلا استنى يلا استنى يلا لا لا ما انا مش هينفع اركب معاهم. هم ركبوا الاتوبيس ده. ايه ده؟ استنى استنى استنى، انا عمري شفت انت توقع. ما اكيد من سنغافوره. لا بيقول لك اوروبا. ما ايوه ما هو احمر وابيض. ايه طيب تعالوا بقى اشرح لكم. احمر وابيض ولا الدول اللي احمر وابيض؟ احمر وابيض بس. ماشي الدول اللي احمر وابيض. اسمعني انا شرحت لك موضوع بريطانيا انا بتاع جغرافيا. ما طلعت غلط. الدول اللي بتبقى فيها احمر وابيض. السكور بالمناسبه اللي بشرح لكم ده ماينس 2 وانتوا صفار، فلو عايزين تسمعوا منه كملوا. طب ما كملوا يعني اسمعوا. بص يا عماد بص عليا. الدول فيها بولندا قلناها قلنا غلط. انت قلت ايه؟ السويد. النمسا. ماينس. انت لو سمعتني وخدت بنصيحتي كان زمانك بتجاوب. أربعة. سويسرا. ماينس. لا. لا 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 احمر وابيض. احمر وابيض قلنا بولندا وسويسرا. انا هديها لك. ايه ما فضلش غير الدنمارك تقريبا. الدنمارك ومالطا. هو ايه العلم اللي فيه احمر وصليب في النص؟ الدنمارك. سويسرا. الدنمارك. سويسرا. صح. دنمارك. احيا عليا وعلى عيشتي السوداء. انت عملت محاضره خلاص. هات 4300 جنيه. ايه هي كانت كده هصفرك دوله على ايه؟ انت دفعت 4000؟ مش فاهم بقى. انا خدت السلسله ما تعرفش الموضوع ده. عماد ركز معايا. ده تنويع مطيسي. مش عارف ارد. مش عارف. طيب السكور اصبح ماينس 1 عماد. ايوه. 1 حلاوه. ماينس 3 مروان. بص شفت انا قلت لك انت مالهاش علاقه بالماينس بتاعي. شختني والله. ماليه علاقه. لا لا فشختين. دوست عليا. اقول لك على حاجه. لو شلت لك الماينس بتاعي ماينس 2. ايه لو شلت لك الماينس اللي انا قلت لك في اول الحلقه بقت ماينس 2. فرقت؟ لا ما فرقتش. طيب بقت الكتب بقى وتقعد. بس لو لقيتني الكلمات المعكوسه وصدقني ما هديك درجه رأفة. ب ب واو ت ب لم الف. انا اللي دوست. هو شاور عليا بس الحق عنده. بس انت شاورت عليا. انت راجل حقاني. هرجع لك تاني اكيد. ليك عندي بونص امتى؟ الله يرضى عليك. لابتوب. صح. انت لو جيت على الطرف الكلمات المعكوسه دي تجيب فيها صفر. احساسي. طب طيب. اسمع انت شفت التكنيك اعمله هتجاوب. ما انا جمعتها. انا ما لحقتش ادوس. لا لازم بحزه الراس. نوع من انواع الفاكهه. نوع من انواع الفاكهه صغنطة ولونه برتقاني. فما هو؟ طب انا اعمل ايه بقى؟ اعمل لي ده اسبوع. هو شوف انا في ايه؟ انا جاي هو. انا جاي اتبسط معاك. لا هو العظيم متبرع. هو اللي اخويا عمال اداني النقطه اللي فاتت. ف لا يعني روح فريق حلو خلاص. كلمه زياده منكم خلي مروان يجاوب. جاوب. صغير وبرتقاني. مشمش. جدع برافو عليك. الحمد لله كنت هقول يوسف انت بتقول ابو حرنكش. بس ده كرنكش. ايه الفلسفه؟ اصغر حاجه يعني استفندي كمان. لكن ما هو صغير. لا ده مش صغير. استفندي كبير. طيب عايز اسمع اغنيه للفنان او الفنانه. هرجع واسالك سؤال مهم جدا. بس هو مش ده السؤال يعني. تعرفوا ماجد المهندس؟ لا ما حدش عارف ماجد المهندس. طيب عايز اسمع اغنيه للفنان عصام كريم. انا وقلت انا والبنات يا روميو بينا حكايات يا روميو وصاروا وحاجات حلوه قوي قلبنا. شغال. انا مش احسن حاجه بس شغال. هرجع واسال برضه فيلم تيتا رهيبه. حد شافه؟ يخرب عنده فتش. هموت واسال رهيبة. سؤال في الفيلم ده ما حدش راضي يجاوبني بقاله يومين. اسال ما تساله ونخلص من الفقره دي خالص. اساله حتى لو هتميز. هسالني بقى في اسامي الكلاب. طب والله العظيم انت ذكي فشخ وهديك نقطه لان كان ده السؤال. هو انا اللي مفشوخ. والله العظيم ذكي جدا. اديله يا ابني نقطه. الحمد لله. الحمد لله. ممتاز ممتاز. هو ايه ده؟ اسم الكلاب كان ايه؟ برق ورعد وحاجه. برق ورعد. طب اسهل عليك. هو فيهم منهم. هو فيهم رعد. اسم رعد وحاجه كمان. اسم من. برافو عليك. دي جم ده نص من الاجابه صح كده. كده هما كلبين ولا ده كلبين؟ كلبين رعد وبرق اكيد. وا بقى الوا ده اسمه على اسم وزير الماني سابقا. انت عارف انت متابع الحركه الالمانيه. الالماني بقى. وكان وزير بترول ولا سياحه؟ وزير الاعلام في عصر هتلر. عشان لو دماغك عشان لو دماغك راحت في الزراعه او الصناعه. هو بتاع الاعلام.
طب انا اعمل ايه تاني يعني؟ ايوه اعمل ايه تاني؟ ده اسم سهل جدا لكن انا العقليات واضحه. حلاوه بيشغل دماغه دي حاجه كويسه. انت منور. انا فاتح مركز مع الكاميرا. ما انت هيرزر. ايه هيرزر؟ مولر. مولر توماس مولر. بس تخيل هو اكيد برضه هيبقى اسم مألوف عشان ينفع يتقال في مصر. صح فاهم. رعد ولوك ومش عارف هو بودوليسكي ولا طبعا هو قال صعبه. فواضح ان هو مش مألوف. لا انا بره الكلاب. استني عارف ما انا قلت رعد. ماشي عارف التاني؟ لا عارف التاني؟ لا خلاص يتم تأجيل هذا السؤال لحد يبعرف. طب ما تقول لنا ايه الاجابه. صدقني ما هقول لك. ما تسرش انت عليه. انا اجيبك كده تاخد المعلومه يعني جاهز. يعني ممكن اسمي تكون يعني انا عاملين اسامي الكلاب. ما هو اكيد هتعب في المعلومه. يعني اكيد في شخصيه ما سرش عليه فين. طيب وجدها لك على الجاهز. يا استاذ عماد انا ما اعتقدش ان هو سرش. هو في ما اعتقدش ان هو سرش. حلو ده بجح. هو صفر اصلا. ماشي طب وانا ايه؟ اهدى بقى. خمسه. مصطفى قمر. مصطفى قمر كان طالع بشخصيتين في فيلم ايه؟ هو طالع بشخصيه في فيلم ايه؟ يعني انا اسف لو انت قريب او حاجه. انا لو كان بيطلع في العادي مصطفى قمر طلع بشخصيتين. حبك نار. ما عملتش حبك نار. لا قلب جريء. كل هو من الجديد صح؟ من الحاجات اللي فشلت جديدا. قلب جريء صح. الله غشيتها. ايه بتقول صراحه؟ وغشها. انا مش حق. بس اعترفت. طيب لو غشيت تاني هتروح في داهيه والله. هروح. دكتور ومات. انا قلت قلب جريء. هو فرح. انا شفت في عينه الفرحه فوثقت ان هو قلب جريء. ساعات بتضايق صح قوي. كملها ليه؟ طب كل حلقه بحبها قوي قوي. من هو الحيوان الذي لا يستطيع الرجوع الى الخلف؟ التمساح. ماينس جدع. كانت الفيل. ليه؟ عشان تخين يعني؟ لا عشان انا كنت ماينس. هل السنجاب بينط لورا؟ اعتقد الكنجرو هو اللي ما بيعرفش واقعيا يعني. كفايه واقع بقى لو سمحت. كفايه. بس واقعيا كان ده حقيقه يعني كده. اوكي بينط لورا. طب هل الفار بيجري بظهره؟ اه. شفت فار بيجري بظهره؟ لسه جارينا قاعد في المكتب. كان بيجري بظهره. ده بيطير. في الزواحف؟ لا. في الطيور؟ لا. الطيور ايه؟ الطيور ايه؟ ويا ريت حد جاوب. طب حيوان شائع ولا اللي هو شائع؟ شائع يعني مش عارف. انا اللي ما اعرفش ما اقولش. يعني مش عارف. ايه ما بيعرفش يرجع بظهره؟ خمسه أربعة. الثعبان. دوس. لا ما هو قال مش زواحف. قال مش بالزواحف ولا هو هو التعبان زواحف. يا جدع نوع من الثدييات. من الثدييات. ايوه قلت يعني ايه الثدييات يعني ايه؟ اه صح. اوكي نوع من الثدييات. راح يرجع بظهره. الحوت. الحوت من الثدييات. الحوت ثدييات. دي معلومه صحيحه. ايوه دي معلومه صحيحه. ايوه ما شفتش اي حاجه علميه للحوت هو بالشقل بيعمل كده وبيجي لورا. يعني ما اتفرجتش على زواحف حيتان قوي مش تخصصي قوي يعني. حد عارف؟ لا مش فديت. طب ما حد يخمن اي حاجه. ما تقول فهد. صدقني لا يتم تاجيل السؤال للحلقه اللي بعدها. اشوفها دي اشوف الاسئله بتيجي تعدي عندنا بتطرح الحاجات ما بنعملش حاجه بقيت السنوات كلها كنا بنعرف. طب انا قدمته على حالكم واجاوب السؤال ده. ايوه جاوب. ايوه الكنجرو. اوه لا 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 قلت لكم يا جدعان الواقع بيقول مفيش حاجه هتنط كده. دي حاجات انا اسمعها مني. حاجات صغيره والله العظيم اسمعها مني. طبيعي مفيش حاجه عامله قفزه لورا كده باربعه ولما انت عارفه اربعه وعندها عيل ليه؟ انا قلت والله ما قلتش ليه؟ عشان انت مفيش اي حق عليك. خلاص حاجه الكلام يبقى ساعدنا. الكلام القديم ده انتهى. كلمات معكوسه. ت ا ر ا م ث ت س ا. استثمارات صح. ايه الغا الغاها له كمان. انا في العربي معرفش يوم مرحومين. انتوا شغالين مع بعض ولا ايه؟ السكور 1-1 ماينس 1. ما تتجوش ولا ايه يا اخويا؟ خليك في حالك. لا بجد ايه ده؟ مدينه نصر. زعلنا ان انا قبل تصوير مدينه نصر اتعصب جدا. لما واحد بيبقى عنده عيد ميلاد بيجيبوا له ايه؟ خمسة. يجيبوا له هدية. شمع. ماينس. تورتة. صح.
قلتش ليه طيب؟ هو انت قلت ايه؟ هو يا جماعه انا غبي يعني انا غبي اللي بيجي في عيد ميلاده ما بيقولوش هديه انا حمار؟ ايوه بس هو ادخل الكلمه التاليه في اغنيه مشهوره وهي كلمه بايظه. الإفيه اللي جاي من فيلم ايه؟ انا كنت اعرف واحده لما بتقعد على الكنبه بترجع. اه هنيدي. ايوه صح. ممتاز. فيلم ايه بقى؟ ريسك بقى وين على الاول. ممتاز. هو كان فيلم لما كان بيحكي للبنت التانية. ممتاز. بس جمال جامد يا صاحبي. انا مجاوب 3 4 اسئله ما درستش على الدنيا. ماشي بحالي. ممتاز ماشي. السؤال ده اتسال قبل كده ولم يستطيع احد ان يجاوبه. شفتوا فينا ايه عشان نتسال الاسئله دي؟ شوفوا فيك انك بتجيب الكلمات المعكوسه فينتو. وشاف ايه عشان بقول لك ايه؟ بص لك. ريكيافيك عاصمه دوله ايه؟ وطبعا ممكن النطق يبقى غلط بس هي نوعا ما. علي. علي. انا في حاله يا حبيبي. ما تعرفش عاصمة ريكيافيك ايه؟ اه ريكيافيك عاصمة دولة ايه؟ ريكيافيك عاصمة دولة ايه؟ افتح لنا السبيكر كده لو علي عارف. استنى علي قول يا علي. استنى بس بتقول ايه؟ بقول لك ريكيافيك. ريكيافيك بتقول مين؟ انا انت عارفني في الجغرافيا. لا ما انا عشان كده قلت. دي عاصمة ايسلندا. اوكي شكرا يا علي. ايسلندا صح. شكرا يا علي ميرسي على النقطه يا حبيبي. يلا سلام. حاسس اجابتين طيب. انا 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 عمر حاسس ان انا غشيت منه كسبلي فاهم. هو تقبلها. انت طلعت مكالمه حلوه. هي تقبلها. هي حلو يعني انا عجبتني. هي حلوه الصراحه. فانا اديتك النقطه على الكرياتيفيتي عجبتني. الفكره ان ممكن اي حد يدوس. انت ليه ما دوستش اول مره ايسلندا؟ حسيت المهنية بتقول ان انا مفيش. بالظبط. يا عم مجد الجلال خلي المهنية يا والله قلت رأي يعني. السكور اصبح 3 حلاوة اللهم صل على النبي. مروان 0 يس. عماد 1. جاي لكم الكلمات المعكوسة مرة اخرى. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده النون سين مين؟ معرفش مين اللي داس. هو صراحة حق ربنا. هو انا حاسس ان انا ملمستهاش. حاسس ان حلاوة. يلا حلاوة. ده النون سين مين؟ ده النون مسنود. مسند صح. انت قريتها فاهم. حلو اعناه. وكان 3 وقع الاثنين. حلو. الله الله الله. الكروان. كروان قول يا راجل. سيبه يقول. يا سلام. يا خد يا وائل. لا قول انت يا وائل اخويا اتفضل. ما صعب اقولها انت حبيبي شخصيا. تخيل الوصفه صعبه. قول يا طب دي بيها ايه عشان هقول لك انا. خلي مواجي لا 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 لما بنعمل دايت بناكل اكل هيلسي. ده جزء من الاكل الهيلسي وهو جزء يعني خضار. بيبقى خضار ايه؟ خضار ايه؟ في الف خضار. كل الخضار اصله هيلسي. نوع الخضار نوع طبخ الفاكهه طريقه التسويه سوتين. برافو عليك. سهل جدا وممتنع. والولد ده بيشغل دماغه ممتاز جدا. اصل الخضار ايه دي تحسك انه عايز الثمره. انا قلت يعني مش هقول بروكلي. وانا كمان كنت هخش في المشروم. بروكلي اللي يشوف الدماغ دي بروكلي. اشيل صورتي واحط بروكلي. ياما عليا. طيب عايز اسمع اغنيه للفنان جورج وسوف. ايه دي الاغنيه يعني. يلا باشا. جورج وسوف. 5 جرح. 4 كان متضايق على طول. 3 2 اللي هيسمع الحلقه بس مش هيستعمل ماينس. في حاجه اسمها في حاجه الناس بتساعه واحده وحبيبي الا الساعه واحده. قول حاجه للسلطان. اول ما تقول انت للسلطان. في ناس انت الساعة. ايوه وناس الساعة 12 وناس الساعة 2 الساعة 6 ايوه
عيب والله يا جماعه. طبيب جراح احنا عارفينها هي بس الحاله بتروح. يا مجراح ايه؟ بقدر ادويها. تقدر والله. قبلك ناس دابوا فيه يا عم. اتنيل بقى. خلينا نقعد بتضبط بقى. بس انا متضايق قوي اللي حصل في السلطان ده يا عم. كان في حاله فيها عم حليم القاعده هنا بتقول انت عارف وانت جيت وخسرت. شافوني انت جيت وقعدت ومتهن وابقي هنا احد وخسر وترعى من كتر الفرح بيه. تعالوا اسالوا عني. صح وائل. تعالوا اسالوا عني. الموسم السابع ليك حق. انا اللي في البعد متهني. الموسم السابع. بس انا ليه ايه نقطة ايه؟ اللي انا اعترفت فيها ان انا غشيت. ليه هو اللي بيعترف انه غش بكافي ده في قانون ايه ده؟ طب واللي بيغش بتليفونه قدام ال لا عجبته كرياتيفيتي. برنامج هنا كونتنت. لو عملت حاجة كرياتيف ولطيفة ممكن تتقبل. مش انت ادالك نقطة على الكلب. صح. الجملة اللي جاية من فيلم ايه؟ هي دي بوثي ملاك الرحمة. هي دي بوثي ملاك. خمسة. هي دي بوثي. ما توترنيش سيبني. أربعة. ثانية واحدة. هي دي بوثي. اثنين. ملاك الرحمة. صباحه كدب. صباحه كدب. برافو عليك. تقيلك على الجرس. لا بتاع خامس موسم. مدرب باين هو مدرب. طرب. اي حكم يا نزيه. اي حكم يا لطيف. كوكب نيو نيوتن. نبتون. برافو عليك. الله يرضى عليك. اديله نقطه. مش عارف اقراها فعلا. برافو عليك. كوكب نبتون بيسمى بالكوكب الايه؟ الزاحف. الزاحف. ليه بقى؟ عشان ما تعرفش تقف فيه. نبتون؟ ليه ما اعرفش اقف فيه ليه؟ زحف. ثانيه. هو ده مش افيه وزاحف فعلا؟ ايوه. انت عارف منين؟ انا درسته بجد. ما خدتش الحاجات دي في المدرسه. الزاحف. كلمة زيادة على التعليم أو معلوماتك العامة. هستخدم الكارت ده بقالي مواسم كتيرة ما استخدمتوش. أمين؟ أنا حظك. طب أنا بتكلم. كوكب نبتون بيسمى بالكوكب الإيه؟ والإيه دي اسم لون. أنا حاسه الموف. الأزرق. الكوكب الموف. كوكب الموف. كوكب الهبوط. يا للدرجات. هو للدرجات الستاند اب كوميدي بقى كده؟ حلوة. يا ريت ما تقيموناش على اي حاجه. انا قيمت خلاص. بينك. يلا باشا. بينك. طب انت هتخش بايه لو انا دخلت؟ لو انا لو دوري. لو انت دخلت بالبينك هخش وراك بالازرق. طب لو انا دخلت بالازرق؟ لا مش هخش بالبينك. الازرق. صح. ذكي. ذكي والله. نمس. انا احب النمس. النتيجة أصبحت. بحاول أشرح حاجات. 3-3-1. الكلمات المعكوسة مرة أخرى. أنا مفرط جامد قوي في الجيم ده. أنا بجد مفرط. كانجرو أزرق. ته ألف دال لام جيم ميم. مجلدات. يا ابن اللعيبة. يا ابن اللعيبة. نام. سعادة عماد من بعيد ليقول دائما. أنا كنت مستني. عيب عماد من بعيد ليقول دائما. حرام. أنا كنت مستني. يا وائل. خد يا وائل. بص يا وائل. يلا. طيب هي حاجه بتتاكل. وشوربه. نوع من انواع الشوربه. ايه بتتاكل. ايه بقى هو نوع من انواع الشرب؟ نوع من انواع الشرب. بس كده اضرب انا بقى اتمسخر بقى ماينس عشان انت بتقول نوع من انواع الشرب اللي هم 77 نوع شوربه. طيب هو في اتنين معروفين قوي. ايوه صح. طماطم منهم واحده درجه جدا. وعدس. برافو. صح. يبقى بتتشرب في ليها علاقه بالمواسم؟ لا لا بتتشرب عادي. ممكن ايوه بتتشرب عادي صيف شتاء. يبقى شوربه سايد ديش كده. سايد ديش انا ما اعرفوش. السايد ديش اللي انا مش شكله سايد ديش ده ممكن ما تتكمش عشان حاجه عصفور عادي. ما بالظبط. ما هي ممكن تبقى زي عصفور او شوربه خضار. بالظبط. لا هي اسهل يعني. او شوربه كوارع. اسهل اتنين. اسهل شوربتين. اسهل شوربه. اول شوربه في اي منيو بتبقى شوربه لسان عصفور. طب ما نجرب ندوس كده. لو اعطيني هذا خمسة أربعة شوربة لسان شوربة كريمة. لا 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 عايز ناخد انهي؟ لا ما هو انا مش انا وقفت عد اخد انهي لسان عصفور ولا كريمة؟ لو انت هتقولها هاخدها. غلط. اثنين غلط 100% الاثنين غلط اقسم بالله. يلا يلا شوربة كوارع يا صاحبي. يلا شوربة كوارع. اثنين غلط والله. تعال اكذب يا صاحبي. عمل لي خمس مواسم. طيب يلا قول شوربة لسان عصفور. صح. اوه كنت الراجل ده مدرب انه ما
بتقريش انا وانا بقول ده هو قال لي شربت عمل لي ايه انت نايم تعمل كده انت وحش قوي عايز اسمع اغنيه فيها الكلمه التاليه وهي كلمه ايوه عم مايلو سنين ايوه خمسه سنين خمسة. سنين وتجيني على بالي انا حاسس في حاجه غلط ومش عارف امسكها يعني مش بس ما جابها عليا والله يعني مش هي دي ماينس سنين ومرت زي الثواني في حبك يا اسطى في حب انا ولا حد تاني حد لو ده هيفيدني في حب حضرتك طبعا نقطه يا عم انت غنيت قلت يا مروان افتكرت الاغنيه دي هي دي انت قلت سنين ايه بجد دي اسام بتغيب وهي على نفس الوزن وانت اللي على بالي وكنت مش غالي يبقى مفيش ايه غاليين اسمع الله عليك اسمع الله قطعت نقطه طيب اسم عادل امام في فيلم امير الظلام كان ايه اللي كان طيار فيه كابتن استاذ مدحت اشكرك اشكرك هي كانت شيرين سيف النصر بتنده اللي هو لا يا 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 لطفي مايلز لطفي شيرين سيف النصر هيطلع من بقها سعيد ايوه الناس يا لطفي اجابه صحيحه خرا ام بلاينج لايك شيت فاك يو احي طيب سيبك من السكور دلوقتي يا فرق ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده لا ده لازم اقول السكور فعلا مروان واحد لا بعد السؤال اللي جاي هقول السكور عشان دي معلومات عامة نعشق المعلومات العامة بالله عليك ايوه هو ده انا عايز العالم ده يلا بيسا غمض عينيك يا بيسا غمض عينيك كله يغمض غمض يا حلاوة غمض لحلاوة حلو غمض لحلاوة فتحوا شفتوا انا نصاب ازاي عشان انا عارفكم غمضوا تاني خلص غمض تاني بدل ما نسيفك وخليت صفر فتح ما هي زعلة مادة الدولة عشان ما تشوفوش تعبير وش ده عامل الاتحاد الاوروبي باين او حاجه اعتقد لا مش الاتحاد الاوروبي ده هي جزيره ما يعني كوسوفو اجابه صحيحه كوسوفو انت كوسوفو كان نفسي حاجه تجيلي كوسوفو اجابه صحيحه عشان كل مره اقول ده يا عالم كوسوفو هي حاجه ثانيه النتيجه اصبحت مروان 2 حلاوه 3 عماد خمسة ده انت حرامي يا عماد ده انت حرامي والله انا مش فاكر ان انا خمسة بس عشان انا عماد ما تجذفش بعد اللي انت وصلت لا بجد والله خمسة جابوا امتى الخمسة دول مش قصتي شوية كلمات معكوسة بقى وبالمناسبة الكلمات المعكوسة طيب لا لا لازم نموتوا ح ي ت ا ف م مفاتيح يا ابن اللعيبه يا دورم يا ابن اللعيبه يا دورم مش فرصه يا جماعه مش فرصه اصل هي زي طيب هي احنا وصلنا النقطه ان هي اتيح هتبقى ايه بعد احنا كده احنا وصلنا النقطه انك بتلعب لوحدك انت بتعمل ستاند اب بالمشقلب ولا ايه بسم الله احبه وقفته قوي بسم الله لا لا حاجاتي دي بقى بسم الله الرحمن الرحيم بس تلاقيهم بيكتبوا بسرعه فشخ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صبرنا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير يا استاذ سلمى نور يا استاذ عماد اتفضل الله يرضى عليك يا رب الله يخليك بسم الله الرحمن الرحيم اتوبيس كومبلي يلا ولد بنت ولد بنت جماد الرابعه ايه حيوان برافو عليك بلد نبات او اكله او فاكهه مع بعض في نفس اللاين قبل ما تتسرع بعديها بلد او مدينه عشان اعرف العقليات وقصه الالف واللام بعد ايه ده خمسه وايه شخص مشهور في الاخر ماشي برافو عليك ها عايز طب والله اللي انت هتقوله هو انا حلفت المره دي يا عم يلا احنا هنكتب اول ما يقول حرف ها يلا مهاب واو زال ظل هو هتلاقيه طلع حاجة غريبة عين صحيحة حلوة دي هو زي ما احنا عارفين الحلقات السابقة أول ما هتيجي عين دي عبارة عين عدل عمر يا عمر خلصت ادوس على الجرس مكاني مش هتش حاجة شكرا أشكرك يا أستاذ عماد أشكرك يا حضرتك
ايه يا استاذ 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 ما ملحقتش سريع فشخ. وبرضه عين عماد ما فكرتش في الورقه. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ده عماد ده مروان ده حلاوه. طيب ولد عابد عمير صحيح عماد يبقى 3 عشرات. محدش كتب عمر. انتوا ملاحظين يعني انا اخترت الحرف يعني ليه ومحدش كتب عشرات؟ احنا خفنا الورقه تترمي بعد كده. احنا خفنا الورقه تترمي. ما ينفعش الورقه دي. الله نصابين يا حرامية يا نور. بنت. الكلام ده مش كان بيجيب نقطه. عنايات ممتازه. عبيده عبيده. جماد يعني احسب لك النقطه. ماشي 10 مش مقتنع بس تمام. جماد عربيه عبايه عمود. اللهم صل على النبي. هو كاتب عمود مبدئيا يعني هو كتبها صح. الحيوان ايه بقى يعني؟ انت كاتب عين ري. انت عايز توصل ليه؟ ما تراجعت بيها تخترع يعني. انا واحد صاحبي كده عين ري عشان هو انسان. كنت اكتب عرسه. انت عنكبوت وانت عرسه. انت صفر مبدئيا. ما هو قال لك انت عنكبوت. اه انت كاتب ايه بحرف العين في الاكل او البتاع؟ عدس. ماشي فاضيه. اه عنب. حلوه دي صح. بلد عمان. عمان عمان. يا سلام. انا كان ممكن واحد يقول لي لا عمان. انا عمان وحيات ربنا مش قصتي انا اللي انا صدق بالله انا قصدي عمان اللي انا قصيته. انا عمان ده عشان بابا بالظبط. فعشان عيب نقطه مستر عمرو سري عيب. خليه يكلمني. لا احنا مش فاضيين بقى. خليه يكلمني وانا هشرح له ليه انت ليه هنا. كلمته في كازينو هيبهدلنا انا وانت. الاشخاص المشهوره عصام كاريك. زكي. زكي. عادل امام. عادل امام. مع ان كان ممكن في الشخص المشهور تكتب عمر خالد بس ولا كاني قاعد. مشكلتك كانت تاخد 30 نقطه. 20 30 غبي قوي بس انا ماليش. انت عارفني ماليش في اليوتيوب. 1 2 3 4 ماشي خلاص هو كسب. 1 2 3 4 خلاص هو كسب. بتعد ايه؟ خلاص 50 55 60 خد النقطه. انا حاسس ان هو مكروه في البرنامج قوي بصراحه. والله العظيم بصراحه يعني. لم لي الورق ده احطه هنا. لم لي الاقلام دي حطها هنا. قلنا فيه السكور اصبح لا حول ولا قوه الا بالله. عمده 7. حلقه بتروح. الحلقه بتروح من جميع. مروان 2. الحمد لله. حلاوه 3. لما حضرتك بتسافر بتقعد فين؟ بره او جوه؟ بقعد فين يعني في البلد اللي مسافر فيها ده قصدك؟ السؤال واضح. هي فندق. فندق. امال فيه ايه؟ هتقول لي موتيل او شاليه. انا لما بسافر بقعد في حاجه. بتقول لي بقى حاجاتك دي. حاجاتك اللي هي اللولبيه. هو عشان بقى اجابه صحيحه. هو بيجيب اسئله السرعه. عايز اسمع اغنيه للفنان بسرعه يلا عشان بحبه. بهاء سلطان. يلا ها يلا بهاء سلطان. اه 5 4 ماشي ثانيه واحده اللي هي 3 اللي كان بيصلح فيها المنتج. 2 صح. تعالى دلعك قول لي ايه مش هخلعك. مش هخلعك بك هتتعبك. مين هيتعبك؟ والله العظيم. طب اقول لك واحده ثانيه خلاص. طب اديني فرصه انت عارفها. ها. خلاص انا قلت لك الاغنيه مش قصتي. عايز واحده ثانيه. ماشي. طب في اللي كانت مع الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. الواد بيقول لا عدي مايلو اتخض. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ماشي دي له النقطة. قولوا لي انتوا افيه من فيلم جانا البيان التاني. المكان ساقع وفاضي. اهلا بكم في اهدى مكان في العالم. انت مجمع لي مجموعة يعني وانا نقي؟ عملت لك ميدلي زي اللي بيطلع في روتانا سينما. قناة حبيشة. قناة حبيشة. احنا عيلة بنبيع اعضائها. ماينس. بقول لك كذا افيه. هو في خرشوه اكتر من اللي احنا فيه ده؟ انا قلت لك 3 افيهات يا عمر. ميك سنس. انا واذا ذكرت الافلام والافيه رجعت مع استاذ مهاب المنتج معايا. انت
الحق كله معاك بس انا خايف. هو قال له خرشوا قال له في خرشوا اكتر من اللي احنا فيه. واللي انا قلته مش من الفلفل؟ لا لا مش من الفلفل؟ جمله في حته وجمله في حته ثانيه. من هي المدينه التي تلقب بمدينه الضباب؟ ها لندن. برافو عليك برافو عليك. مالكش دعوه مالكش دعوه بيا مالكش دعوه. اه كنت كسبت يا اخويا لما جيت جنبي. كم كم يا بول السكور؟ 4 4 7. حاسس حجز او زنزانه. اسكت بس هات لي الجرس كده. برافو عليك. ها كنت هقول ايه؟ انت دوس على الجرس. لا ده مش انت قلت لي هات الجرس كده بدو خبطت عليه مش قصدي. كلمات المعكوسه. ته مربوطه ميم لام واو عين لام الف. لو جبتها تبقى برنس. العولمه يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه عماد يا ابن اللعيبه عماد. عماني ولا ايه يا ابن اللعيبه يا عماد؟ لا متوقع. يا ابن اللعيبه يا عماد. حلوه حلوه الصراحه. وانا الحلو ما تجيبش بقى كلمات معكوس تاني. طب هسال سؤال. زاهي حواس. ايوه دكتور زاهي حواس بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ اه بيشتغل مهنته ايه؟ بتاع الاثار. بتاع الاثار. بتاع الاثار. قسم عالم اثار. عالم اثار. عالم اثار. بس عايز المصطلح يعني بيلبس طاقيه. ماشي اديله النقطه. بتاع الاثار. ايوه معروف. يا رب ما يكون بيتفرج عليه. ده دي حاجه وحشه والله. يا رب يكون ما بيتفرج عليه. انت افلام كده. انت عارف الاستاذ زاهي بيسمع الكلام ده انا يحصل فينا ايه؟ عادي إيه؟ ده هو يعني هو الاثار كله. بعتذر للدكتور زاهي عشان لو بيتفرج انت اللي تحاسب مش انا. عليا لعنه موميا تيجي. عايز اسمع اغنيه للفنان دياب. يلا يلا. عو 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 اللي بعده. عو 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 اللي بعده يا حبيبي ده اللي يخاف من العفريت يطلع له ينزل له يقعد له عوا عوا. ده انا قلت الاغنيه كلها اقسم بالله. عايز نقطتين. نقطه حلوه. نقطه واحده. انا اول مره اقول لك اغنيه كامله. نقطه واحده. نقطه واحده. شفتوا فيلم التجربه الدنماركيه؟ اه ماشي. اسماء واولاده الاربعه. برافو عليك. بس مش هو ده السؤال. سالته قبل كده وقالوا لي اسم واحد منهم. صح. كان ايه اللي اتقال؟ محمود ابو حنفي اكيد اتقال. محمود صح. وانا قلت لطفي. وانت قلت لطفي. عايز بقى اسم تاني غير محمود من ولاده. من ولاده. هما وفي ثلاث اسماء. الواد اللي كان بيقول طاير طبق الكشف كله من قدام. صح. هبطت مني حلاوه انت. ما انا بحاول افهم. واضح ان هما شافوا الفيلم اكتر مني. اصل لو تعالى تخيل حد اسمه ادي خلف محمود. ما هو انا دلوقتي كسيناريست ده لازم احمد حاجه برضو فاهم. احمد كده بنجعلصها. بنجعلصها اكيد. محمد علي. تخيل مع عادل مثلا. لا مفيش عادل. انت لو قلت اسمه منهم هعرفه بس هو مش هو. عارف السؤال ده لو يطلع ايه ده اسمه عمر وبرضه مش عارفينه تحس فيها كده. لا مش عمر. بص تحتقر اكيد مش عمر. تبقى وخداع برضه. اشرف. طارق. محمود. وكان في حنفي. انت عايز غير حنفي ومحمود. تيجي ننزل اول حنفي عادي. انت قلت غير محمود. لا لا لا, لا, لا. ما هو ابو حنفي. حنفي ماينس حنفي. ده انا عايز الحق. هو محمود دلع ابو حنفي. اسمه محمود ابو حنفي يا راجل. طب بتعمل كده ليه؟ طيب بتعمل كده ليه؟ طيب بتعمل كده. طب خلاص هنزل هنزل نقطه علي. ايه صح ولا ايه علي ولا ايه؟ عشان لو السبب انا اسف. انت محترم قوي. الله يرضى عليك انت اخويا والله. رجع لي عماد النقطه بتاعته بجد. انا يعني الموضوع خرج بره ايدي خلاص. بجد. ده في ستة قالت لي قلت لك في اول حلقه. لا 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 متحمل زياده. بس على الاقل استفدنا ان هو مش لا لا متحمل زياده عن اللزوم. مدي كامل كريسمس. محمود. ما هو محمود. 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 بص انا حاسس اشرف. ما تروح اشرف ثانيه. اروح انا اشرف عشان برضو انا اشرف ماينس. عندنا اشرف ولا زكي ولا حسن ولا حسن. ايوه استثني الحاجه. ولا ايه تاني؟ ولا ايه تاني؟ ولا ايه تاني؟ ولا ايه تاني؟ في ابراهيم. في ابراهيم. لا. صح. ما هي نفس الغشه. هي نفس الغشه. ما قالوا والله ما قالوا والله ما قال. ما هو بيقولش انت عبد الرحمن. انا قال يا حكم بعد اذنك انا شفته بيعمل له كده لما قال. ايوه ما هي نفس النقطه اللي انا نقصتها والله العظيم. لما قال ابراهيم دي نفس والله. لما قال ابراهيم لقيته بيعمل كده. قلت لك ايه؟ انت غلطان ولا ايه؟ انت قلت لها عبد الرحمن. بس خلاص انا كنت عارف ابراهيم ده اصلا. قال له ابراهيم والله العظيم. لو حصل الثاني هماينص. انا مالي.
انا قلت حاجه حضرتك فن... الراجل ده غش في التليفون عمل حط كوين وسحب سنترال في فيلم صاحب صاحبه محمد هنيدي لما كان عامل دور خليجيه كانت اسمها ايه؟ ام فراس. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه ام عمرو. لا ام فراس. ما هو اكبر خليج اكبر خليج مائي في العالم؟ انا مش ههدر غير لما السؤال ده يتجاوب. العقليات اللي قدامك تقدر تجاوبه؟ اه. خليج الكوبرا، خليج الامازون، هرمز. ايه هرمز؟ هو اكيد هرمز مش معنى هو الكومباوند. خليج هايد بارك. خليج هايد بارك مرة عنانية دي. خليج يلا اللي بعده. خليج العقبة. يلا بص هو ده سؤال تعطيلي للحلقة، نتفاداه. مطبط الطريق. يلا بينا مطبط الطريق نتفاداه. حاضر مفيش مشكلة. أين تقع جزيرة مدغشقر؟ دي سهلة جدا دي. تحت قارة آسيا. إيه؟ يعني انا يعني اعتبرها ايه دي؟ المحيط ال ها خمسة. الهادي ماينس. الاطلنطي ماينس. الهندي صح. لهوي ده وقع ده دخل في كل حاجة. اسمع السكور. يا يما يا يما حلو قوي الخليج ده. يما 4 6 7. واو الكلمات المعكوسة. عندي وانت داخل على المطب ما صدقتنيش. الكلمات المعكوسة يلا. قاف ألف و... يا بكي ما تلخبطنيش بقى. قاف ألف ره واو ألف. أوراق صح. إيه ده؟ طب ما ده شفرة كده مش هينفع. ده كده احنا بنبوظ الجيم. والأكت انت منعتني منها. لو سبتني هقول. أنا ما منعتش حاجة. أنا قلبي بيأكلني عليك أقسم بالله. كل ما تبقى قاعد ساكت كده بقى الحزن. طب خلاص بقى مساق اي حاجه. خلاص عشانك والله العظيم. خلاص انت سبت فيها مساق. انت لا ما بتعطفش عليا. تعملش كده تاني. لا عشان هيماينصنا انا. هنسفك خلاص. انت قريب مني عشان لما كسبتك ما يبقاش فيها بتدوس تحسبلوش حاجه. بص بقى التوستايه. بص انت شايف دي صح؟ اه. بص بقى لما هقول كده ايه ده مش عارف تقرا صح. انا خدت زباله فعلا. اه بص بقى التوستايه. بص هعمل ايه. نوع من انواع المشاوي. في ايران ولا ايه؟ ده فقر تجارب. خلاص ماينس لمروان. يا عم انا مفشوخ. يا عم انا لسه ما صدقت. انا شميت نفسي. نوع من انواع المشاوي. اكله من اكلات المشاوي. لا لا لا, لا, لا. وبتتعمل ورقه حاجه. يبقى ورقه ايه؟ ورقه لحمه. ماينس. ايوه دي مش مشاوي. ورقه بتتعمل بورقه. اه ايه في ايه بقى ورقه. سهله والله. لا 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 ده قصده يوقعني. انت كلتها. يمكن قصده طرد. لا ده قصده يوقعني. انت انا قلبي بياكلني عليك اقسم بالله. انا اعمل لك ايه؟ طيب اعمل لك ايه؟ احل معاك ازاي؟ طاجن سجق. ايه طاجن سجق؟ انا قلت ورقه سجق. صح. على فكره هم غشوا حلو برضه. مين اللي غشاله؟ انا كنت بتناقش اصلا مع اللي ورا. ايوه ما هو وائل اللي غششه. حضرتك ما بتجاوبش غير وتقول لحد غششه. يا عم انت بتكتروا عليه يعني. واحنا اضرب ايه ده؟ ايه ده والله غش. لا انت جاي تعترض بس يعني. 4 5 8 ماشي. عايز اسمع اغنيه لي الفنان. احنا اقول مش فاكر قلناها ايه ولا فاكس. لا دي انت قلتها. شرب امسحتها. شرب ايه بس؟ شرب. عايز اسمع اغنيه لي الفنان اليسا. شفت التوستايه دي؟ طب ليه شفت اللعبه؟ وقفت لي مخي. انا عارف اليسا. ايوه 5 ثانيه 4 ايه اللي بص لي غششك؟ ايدك تحت. يا وصلنا لكده يا فندم. ايدك تحت. 3 ثانيه 3 يا ديني 2 ما 1 انا اللي دوست. اجمل احساس في الكون انك تعشق. العبد ده بيوتر قوي والله. انا اليسا مريم فارس. كل ده بقى والله. بص لي وغششك. انت واخد نقط من هنا ونقط من هنا. يا عم ده انا خاصم مني 7 نقط. انت لو اجره مش هتبقى بالاستهداف. خاصم مني 7 نقط. الراجل ماينصته. ما حدش ماينص حد فيكم. انا الوعيد اللي عماله. لا ده انا لو بدلتني مش هعمل كده. في فيلم الارهاب والكباب اشرف عبد الباقي كان شغال ايه؟ عسكري. صح. يلا 3 7 8 احتدى من جيل. ازيك يا حلاوه حبيبي. شويه وجاي. 5
ما هي درجة غليان الماء؟ 100. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة. ودي بنقطتين اقول لك نقطتين. طب اشمعنى انا عشان هو اللي جابه كيفي كده حق حلاوه خلاص كيفي كده اقسم بالله ما بوصص له في كيفي كده تمام. انا ليه ما بيعديش عليا البونصات دي؟ عمري ما خدت حاجه باتنين. حضر عمري لا ما لا حظ يعني واحد خدت الحلقات اللي فاتت خدت اديتك واحده باتنين اديتك واحده باتنين يا نصاب يا نصاب يا حرامي بعد ما خصمت اربعه لا يا حبيبي اديتك واحده باتنين ليه وانا الضرايب بعد ما خصمت اربعه ما تتكلم عدل ما تتكلم عدل وتبص انت بتتكلم ازاي اتفضل يا فندم فيها مروان اتفضل يا فندم ته مربوطه كلمات معكوسه ته مربوطه ر همزه على نبره ألف طه طائر ماينس طائره ته مربوطه دي ما عدتش عليك وانا بقولها خلاص نسيت اول رايت نسيتها اول رايت فاك يو عامل نفسي نايم من 9 6 ما تشفق عليا ما تشفق عليا ما تلعب يا عم 7 8 يا عم ما تلعب يا عم ما تشفق على حلاوه اخويا صاحبك استاذ من امتى بنعتدي على الناس لا مش كده انت كلمه زياده لا اه اموال يعني انت جاي ارضنا اموال يا عم كنت اتشطرت يا عم كنت اتشطرت وانت قاعد يا عم كنت اتشطرت وانت قاعد وكسبته خلاص دي رفض حبايبنا خلاص خلاص خناقات جانبيه طيب انا مش هقول وصف احبهاش اصلا ومش هقول اغاني طب ليه ما انا ماشي فيهم دول كويس ولا هقول اغاني حاضر حاضر عايز اسمع اغنيه للفنان عامر منيب 5 عامر منيب طيب انت يا بنت انت يا بنت انت يا بنت انت يا جنية يا بنت اطلعي بقى راسك من الميه والغني وشك هي الاغنيه دي صح اه ايوه ماشي ماشي ما تخرس بقى طب انت لو زعقت له كده تاني هماينس ده هو لسه مزعلك مالكش دعوه انا هو اصحاب المفروض خلاص ما تبقاش تحديد انا وهو اصحاب ده بيقعد يزعلك طول الحلقه مالكش دعوه ايه اللي على الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده في فيلم نور عيني تامر حسني كان اسمه ايه نور صح إيه؟ سؤال سهل جدا كلكم ترددتوا ولكن جاوبوا مروان مع احترام الفنان تامر حسني وفنان انت شفت الفيلم ده سخيف قوي انا مالي يا عم هو انا المخرج هو ترى اسمه نور 5 5 حاجه تنين يعني ممكن اقول السكور 5 8 9 ده كده هيفنش هيفنش هو شكله هيخلص مايلو ليرن الجرس زهبش مايلو كم يستغرق مايلو قوم تعال 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 اللي مد ايده على الجرس زهبش يلا العب بستخدم امكانيات المكتب طيب نزله تحت يلا امكانيات المكتب اه لا مش ده ده بص لده نزله تحت نزله تحت ننزل الارض كم يستغرق او كم تستغرق خلص. الارض للدوران حول الشمس سنه اه 365 يوم صح 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 حلو حلاوه تمام انت شغال رجعين لا ما انت اه يعني جه غلط عايز اروح برنامج تاني اديكم مساله حسابيه انت شايف كده يلا بينا انت شايف يلا بينا انا ما خدناش رسم صحيح اه ما تدينا مساله حسابيه اه ما اصل انا وديت رسم هو 9 انا برسم كويس خلاص وحق انا برسم كويس لا هو بيرسم وحش كده لا برسم كويس كنت بحاول اخدعك بجد افكر ده بيقول على نفسه برسم كويس مهاب ناخد رسمه ولا فاكس اصل لو مش رسمه هتبقى كلمات معكوسه لا لا هات رسمه هات رسمه هات رسمه هات رسمه اللي بيقول رسمه بيرسم وحش هات رسمه بقول لك ايه دول رسمه والرسمه بالتعاطف مش بالرسمه بالفكره بالايديا بسم الله الرحمن الرحيم اتفضلوا الزمد اتفضل يا حبيبي احلى حاجه في الرسمات بتبقى بصوت الجمهور حبايبي ده بالتصويت تصويت الجمهور صوت الجمهور وابدا عارفه من الجامعه مراتي وين اخويا بقاله 5 سنين هنا انا حتى الكلب بيكرهني يا ترى هنرسم ايه ايوه عشان ما نروحش الكبار اللي فاتت يا ترى هنرسم ايه لا لا من الكرسي بس كرسي مش هنعرف نجيب غيره الموسم لسه فاضل له كام حلقه انا عندي طبعا اتفضل بما اننا في صيف وكده فخلينا نرسم بحر ده انا برسم بحر ابتدائي ولا ايه انا موافق على رسمه البحر دي هرسم لك بحر هتقول ايه ده بيكاسو ايه ده هرسم لك رسمه هتتفاجئ بيها رسموا لي جمل جمل ايه
جمل. لا ده لو قاصد والله العظيم ده لو قاصد. لا جمل احنا هنطلع ثلاث حيوانات في منتهى الروعه فاهم. هنطلع كلب وفاهم جمل. طب جمل ما تخليها بحر. جمل لا لا خلي بالك في كده عندها قلب بتاعتين بالظبط. انا عايز اللي فيها البتاعتين بتاعتين على حسب. كان هزار يعني. كان هزار يعني. ما تمسكش ارسم يا عم النينجا اتفضل. واللي يخلص بسرعه ومقتنع برسمته يدوس على الجرس. لكن انصحكم بالتروي والهدوء. انت بتعطلني برسمتك انا ببص انا مش عارف. بقول لك يا بغداد تعالى كده خمسه بس. هو ايه ده يابا؟ استنى بس والله اسيبك يعني. سيب اتفضل يلا كمل. انت لو شايف هو بيعمل ايه؟ بيعمل اسمه ايه؟ متحازي المستطيلات ده ولا متحاول؟ لا دي الصحراء هضبتين قلبهم جامد. قول له دي. قول لي دي هضبه الاهرام ودي هضبه السمان. نزلت السمان ودي الهضبه. جمل واحده بدويه. كمل. هو طالع ديناصور شويه. كمل يا عم الناظر. هو قلب ديناصور مش عارف ليه مني كده. هو ده المشكله. انا اكتشفت حاجه ان مروان عنده مشكله ازليه في الرسومات مع الحيوانات. دايما يرسمهم بوش انسان. بحسهم هعمل لك البحر كمان. انت اعمل البحر. هي قفشه معاك بحر. جبل في سينا جنب في شرم بقى ده اللي بيبقى ب 50 جنيه لما بتاخده على البحر كده. اخبار المريضه ايه؟ انا رسمت نمن من بتعلم سمسم. هو اللي كان جمل اصلا. ماشي كمل. طيب كمل. اديني عينين. اديني ديل اي حاجه كده. ماشي ايوه مايتو. طبقا للي انا شايفه انا تقريبا حسمت قراري. بقول لكم انا زهقت. هات يلا يا عم. الله يكرمك. واحنا في وزاره السياحه ايه القرف اللي احنا بنعمله ده؟ انت كده انت بتاجره فاهم. بتاجره. انا بوصل رساله اصل الفرق. طيب تعالوا يا جماعه شوفوا شوفوا يا ريت مع بعض يا استاذ مهاب. الله يكرمك. خمسه بس ورا كده في لجنه التحكيم. طيب ادي 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 والله يكسر. ادي الدعم للسياحه عشان ادعم بلدي. تمام. ولا انتوا ده انت بس. هو ده لسه مطلع لسانه الجمل. متضايق. طيب مبدئيا الاوق كتير 100 دولار. ما هو عشان كتير انا بقول ده غلط. تمام. ده مين اللي مكتوب عليه ايجيبت؟ ده واحد عامل نفسه بيأجر جميله وبينصب على السياح. والله مسلي. ناولني بس. ناولني. في رساله مصر بتدعمها دلوقتي ان ده يتبطل وبيحاولوا ينظموا الدنيا. ستوب توريزم هاكس. يعني ايه؟ يعني بطلوا. ايوه اللي هو قفل. هو مين اللي على الجمل؟ اللي على الجمل ده سايح. سايح. هو انا قلت جمل مش ديناصور. انت راسم لي حاجات تك 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 تك. الفكره والرساله اللي انا بحاول اوصلها. يعني الفكره مش في الرسمه في قد الرساله. بالظبط. الفن رسائل. حاضر. طيب ده رسمه حلاوه. ده جمل في دبي. بس جمل يعني. هو جمل عنده رجلين. هو ايه يا استاذ انت راسم جمل عنده سمانه؟ سمانه يا ابن اللعيبه. والله حلو. اتفضل. بس اقرب الى الجمل. طيب الفن رساله. اتفرجوا لو التلاته اتعرضوا في اتفرج. متحف ايه اللي تبيع؟ اتفرج. بس انت رسمتك فيها كويس. بص ايه انت رسمت. بس رسمه مروان فيها كويس. اقول لك على حاجه. حلاوه مثلا ممكن ده حلو. بس هو تحس ان هو ده بدون. انا نفسي النقطه تروح لمروان. فين النبه بتاعت الجمل؟ اهو واحد اتنين. صاحبي انا بدعمك النقطه تروح لك. والله العظيم ناولني. انت كرييتيف. لسه عنده شكشوكه يا اسطى. ناولني بس. ناولني بس كده خمسه. يا ترسم بورتريه جمل حقيقي. يا ترسم. يا توجه رساله. مروان يا اما حلاوه. تمام. لكن صوتك رايح لمين؟ انت عارف الفن ايه؟
انا صوتي مش ليك يوسف شاهين انا صوتي مش جو عمره الجو بيعمل رساله انا صوتي مش ليك انا صوتي مش ليك مبدئيا ها صوتك لمين طب اختار هو مروان كام ماشي كده مروان معاه صوت مروان 8 وحلاوه 5 6 بس انا 9 خليه هو عشان نشوف تعال نطلع حلاوه ونسخن الدنيا يلا نقطتك لحلاوه نقطتك حلاوه ومروان وانا مش لمروان طب كده كده حلاوه كسب لان انا كانت نقطتي لعماد الله يرضى عليك الله يرضى عليك جامد حلو حلاوه انا حلاوه لسه الجيم ما راحش في بيتها 9 7 8 9 والكلمات المعكوسه ما هو كده خلاص هيفنش لا هيفنش لا لا العب بنزاهه مش قوي والكلمه صعبه ماشي اوكي ميم ت لا دي اخر واحده دي اخر فرصه لا لا this is my technique don't ruin my technique خليه انا رحت بسببك خليه يعملها عشان انا بنهار 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 خليه يعملها ويخسر ميم ت ر الف ترم اترم لا احنا انا مش عارف اقول خلاص هقولها اوطى يلا انا هغير الكلمه احسن ت مربوطه ي ت الف ر الف كاف 5 4 ايدك تحت 3 2 كاريكاتير ماينس 5 4 كاراتيه تنتهي الحلقه بفوز استاذ عماد معلش يا صاحبي حقك عليا انا بحارب حقك عليا انا بحارب اداله القضيه كره انت كرت كاريكاتير ايه صعبه تلات ضد مصر والسياحه يا لو عايز توقعنا انت مش خدت النقطه تلات انت عايز توقعنا ضد مصر والسياحه مصر ايوه ما كسبتش رسمتي نقلب عليك الدنيا نقلب عليك الدنيا مبروك يا استاذ عماد على الحلقه انا انبسطت وحياه ربنا تنورتوا والله العظيم وحياه ربنا انبسطت عماد يقول انا اسف والله يعني لو في حاجه اقدر اعملها يعني كسبت اكيد انبسطت بس زعلان برضو ان انت ما كسبتش لا ما تعطفش عليا انا بقول لك انا ما بحبش كده نورتنا يا استاذ حلاوه وحياه ربنا وقدم في الموسم الجاي من العباقره اكيد يعني اكتر بكتير يعني توفيق يا حبيبي توفيق في الحلقات القادمه ان شاء الله بيروح خلاص مش بياخد اي وايد شوفوا بحاجه اشوفكم على خير كفايه قوي لعب لحد جدا